السادات بدأ صح، الغرب استغل الثغرة بينه وبين العالم العربي وبدأ ينفخ في السادات إعلامياً برا. تعرف المقابلات التلفزيونية في أمريكا، الإعلانات اللي وضعت للسادات في، يعني أنت تمشي، أنا أتذكر جيداً كنت في باريس بعد مقتل السادات أو أثناء مقتل السادات، وكنت أشوف في الشوارع صور السادات قبل ما ينقتل موجودة، أنه قابل كذا، عمل كذا. أثر موضوع اتفاقية كامب ديفيد. أي كان في له. تعرف الغرب عندهم طريقة إذا بغوا ينفخون إحنا في الشرق، لأن إحنا نحب البهرجة والفخفخة، نحب الاستقبالات الزينة، نحب أنه نبين أنه they did something، سووا لي شيء ما سووا لفلان، اللي سووا لي أحسن. وهم دائما يوصلون لنا ترى هاي أول مرة نسويه، ما سوينا لفلان. يعني عندنا هالمشكلة اللي للآن كأن إحنا جالسين في بيت شعر، وشلون استقبلوني الجماعة، هل استقبلوني زين ولا هل كذا. بينما لازم نعرف علاقتنا مع الغرب، نحددها بمصالح وبعلاقات. يعني الواحد يروح وينزل في المطار ويروح يسكن فندق ويروح يقابلهم ويخلص شغله ويمشي، يترك عن البهرجة والبرستيجات والهاي، لأن حتى هم ما يعرفون يسوونها. أنا عارف مرة حاكم عربي طلب حرس شرف في المطار في أمريكا، فكان عندهم مشكلة لأنه ما عندهم فرقة مالت ما أدري إيش، عندهم فرقة مال الدفاع. تعرف هنا في نظام معين، فلما موله فرقة من كل مكان على أساس يضربون له موسيقى السلام الوطني. ف يعني